حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من السلطه الرابعه، والبدايه نبداها وكالعاده بالعناوين. المصدر اونلاين: الائتلاف الوطني الجنوبي يدين مواجهات شبوه وسقطرى ويطالب بادراج المتسببين فيها في لائحه العقوبات الدوليه. موقع يمن مونيتور يتساءل: هل يجبر احتجاج الصيارف جماعه الحوثي على تقديم تنازلات؟ أما صحيفة الشرق الأوسط فقد عنونت: غوتيريس يعتبر الحكومة اليمنية مفتاح الحل. أهلا بكم. أمهل القطاع المصرفي جماعة الحوثي 10 أيام لوقف الانتهاكات والتعسفات التي تطالهم ومصادرة مئات الملايين من العملة الجديدة من فئات 200 و500 و1000 والتي يملكونها واعتقال العديد من العاملين فيه، حيث كشف مصدر مصرفي أسباب التصعيد الحقيقي من قبل القطاع المصرفي والتي تعود إلى استباحة القطاع المصرفي من قبل جماعة الحوثي في مناطق سيطرة الجماعة. وقامت الجماعة بوسائل غير قانونية بأفراد يرتدون زي الأمن القومي. وقال أبو خالد للصرافة إن في حديثه ليمن مونيتور: هناك تصرفات تجري في صنعاء غير طبيعية، ولا نعرف هل المسؤولين جماعة الحوثي يعلمون بها أم أنها بموافقتهم. تعرض القطاع المصرفي الشهر الماضي إلى عمليات نصب وسرقة حدا لا يمكن السكوت عليه. وكانت جمعية الصرافين اليمنيين في بيان لها طالبت بعدم تزييف العمل المصرفي الذي أصبح محشورا في النزاع، وجاء فيه استنكارا لفرض إجراءات وضعها البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن، زادت الأمر تعقيدا، وبات القطاع المصرفي مكبلا بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء النقيضين. بدأ المختطفون في سجن ميليشيا أو سجون ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد قيام الميليشيات بقطع المياه ومصادرة حصصهم الغذائية. هذا وقالت مصادر محلية إن المختطفين في سجن الثورة بصنعاء بدأوا الإضراب عن الطعام بعد قيام إدارة السجن التابعة لميليشيا الحوثي بقطع المياه عن السجن ومصادرة الحصص الغذائية المخصصة للسجناء. وبحسب الموقع فقد طالب السجناء من الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية زيارة السجن للإطلاع على الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل ميليشيا الحوثي التي تواصل التضييق عليهم من خلال قطع المياه عن السجن بالكامل، إضافة إلى عدم توفر البيئة الصحية داخله. وذكر الموقع أن نحو 10,000 مختطف يمني بينهم 12 صحفيا يقبعون في سجن الحوثي منذ أكثر من 4 سنوات، حيث يلقون فيها معاناة شديدة وتتنوع بين الضرب المبرح والتعذيب ورفض الميليشيا نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج ومنع الدواء والغذاء عنهم وحرمان أسرهم من زيارتهم. وفي ذات السياق تناول موقع اليمن نت تقريرا قال فيه إن صحفي يمني كشف عن جزء من تفاصيل اعتقاله في سجون من جماعة الحوثي المسلحة بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن. وبحسب الموقع فقد سرد الصحفي سامي نعمان طريقة اختطاف الحوثيين له من منزله في قرية المصاعد بمديرية ماوية بتعز، وقال إن 10 مسلحين يقودهم قيادي يدعو القذافي حاصروا منزله في 21 يونيو من 2018، فيما تمركزت مجموعة أخرى من الحوثيين عند منفذ القرية، مما أثار الرعب في نفوس أمه وطفله وعائلته. هذا وأضاف نعمان أنه التقى نحو 43 شخصا منهم محام واحد وثمانية مجانين ومختلين عقليا، وكلهم لا يعرفون تهمتهم، وتم نقلهم بعد فترة إلى سجن مركزي في ذمار. وتحدث عن وفاة أحد المعتقلين عقب إضرابه عن الطعام وتعرضه لمعاملة قاسية حتى توفي داخل زنزانته.
قال الائتلاف الوطني الجنوبي إن ما شهدته محافظتي شبوة وسقطرة من محاولات انقلاب مؤامرة جديدة تخدم الميليشيات الحوثية وحرف لمسار المعركة الرئيسية لاستكمال إسقاط انقلاب الميليشيات، ويهدف إلى تقويض الشرعية ونسف جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. ودعا البيان حيث حصل المصدر أونلاين على نسخة منه كل أبناء الجنوب وكافة المكونات الحراك والمقاومة الجنوبية والقوى والأحزاب السياسية، دعاهم جميعا إلى الاصطفاف جنبا إلى جنب مع الجيش الوطني وقوى الأمن والشرطة ومساندة السلطات المحلية وإدانة هذه الأعمال الميليشياوية والوقوف بحزم في وجه كل من تسول له نفسه بتمزيق النسيج الأهلي والعبث بأمن الوطن وتعطيل مصالح المواطنين. وبحسب الموقع فقد طالب الائتلاف الوطني الجنوبي مجلس الأمن الدولي بإدراج عصابات التمرد وقيادات ومجاميع الفوضى في إشارة إلى التشكيلات الموالية للإمارات ضمن المعرقلين وتطبيق العقوبات الأممية عليهم، وأيضا رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المحلية والدولية بكل من يمارس العنف ويرفع السلاح في وجه الدولة والشعب ومن يدعم ويساند ذلك داخليا وخارجيا. وقال موقع المصدر أونلاين إن بيان الائتلاف الجنوبي جاء عقب اشتباكات ومواجهات عنيفة شهدتها محافظتي سقطرة وشبوة إثر محاولات للتشكيلات العسكرية المدعومة من أبوظبي والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على ميناء الأرخبيل ومدينة عطق عاصمة محافظة شبوة النفطية، قبل أن تحطب تلك المحاولات بتدخل القوات الحكومية ووساطات رجال القبائل ورئاسة الحكومة. بات التخادم والتنسيق المشترك مكشوفا بين ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وجماعة الحوثي مع تزايد عمليات تهريب الأسلحة في العام 2019 والتي تتم عبر مناطق خاضعة لميليشيا النخبة والحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي بغرض إعاقة عملية التحرير واستهداف الأراضي السعودية. وبحسب موقع العاصمة أونلاين فقد أحبطت قوات الأمن في محافظة الجوف محاولة تهريب شحنة معدات مخصصة لصناعة الطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين. وذكر الموقع أيضا أن الخبير الاستراتيجي السعودي سليمان العقيلي كان قد اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بتورطه في تهريب أسلحة لجماعة الحوثي، والتي كان آخرها ما تم ضبطه في منطقة الحازمية بمحافظة البيضاء شحنة عبارة عن 6 شاحنات أسلحة وذخيرة إيرانية الصنع من موانئ محافظة شبوة الجنوبية. ويشير محللون وكتاب خليجيون إلى أن أجندات المجلس الانتقالي الجنوبي تلتقي مع جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران في محاولة فرض مشاريع تقسيمية لليمن وخطاب العداء تجاه المملكة العربية السعودية وتطاول على رموزها للنيل من أدوارها في دعم اليمن ووحدته وأمنه واستقراره ضمن محيطه العربي. في مواقع التواصل الاجتماعي تواصلت ردود الأفعال المنددة بالممارسات التي تقوم بها أبو ظبي جنوب اليمن، حيث دشن نشطاء يمنيون حملة طرد الإمارات مطلب شعبي على شبكات التواصل الاجتماعي تفاعل معها عشرات الآلاف من اليمنيين وحتى السعوديين ليصل الموسم الأول في منطقة أو الوسم إلى الأول في منطقة الخليج العربي في ترند موقع تويتر. وأطلق السياسي والناشط الكويتي فهد سيف العجمي هاشتاج آخر تحت عنوان خليجيون من أجل اليمن الموحد، تفاعل معه الآلاف من النشطاء من اليمن ودول الخليج نددوا في تغريداتهم بدعوات الانفصال وتمزيق اليمن. وقال العجمي في آخر تغريدة أو في إحدى تغريداته: من يقبل ويساعد على الانفصال في اليمن لا يحق له الاعتراض غدا على أي مطالبة بتقسيم بلده وتفتيتها. وأضاف: الحروب ليست غاية بذاتها ولا تشنها الدول لإفناء الخصوم، بل غايتها إجبار الخصوم للجلوس على الطاولة وقبول التفاوض، واليمن جزء منا ونحن منها. وتابع العجمي: كما وقفنا مع عروبة البحرين ومع عروبة جزر الإمارات سنقف مع وحدة اليمن ونرفض تجزئته. قال
قالت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أكد أن العلاقة بين الأمم المتحدة وحكومة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي هي مفتاح الحل باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني. وبحسب الصحيفة فقد حمل رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مسؤولية الجمود والانهيار في مسار المباحثات والمفاوضات، ودعا الأطراف الدولية المعنية باليمن إلى حسم جدية التسام الحوثي باتفاق الحديدة. وقال البركاني للشرق الأوسط: نحن لا نرفض أي أن تكون جماعة الحوثي جزءا من المجتمع اليمني ولا ننكر ذلك، وسبق أن تمت دعوتهم لتأسيس حزب سياسي يمارس دوره ومهامه، ولكنها لا ترغب في ذلك وتفضل أن تكون ذراعا لإيران للسيطرة على اليمن والإضرار بالجيران. ومن صحيفة الشرق الأوسط نصل إلى ختام جولتنا لهذا اليوم في السلطة الرابعة، وختاما مع الكاريكاتير.